مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كرات البطاطا. وجبة كتير كتير طيبة وان شاء الله بتنال اعجابكم بهيدا الشكل الحلو الرائع. شايفين شكلها بشهي. نشيل الجبنة. وجبة كتير كتير طيبة وإن شاء الله بتمنى تعجب الكبار والصغار كمان. شايفين منها شكل روعة كتير طيبة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا بطاطا غسلتهم منيح، بحط فوق المي وبسلقهم على الغاز، بسلقهم لتستوي عنا البطاطا. هيدي البطاطا بعد ما سلقتها وقشرتها. عنا كمان بصلتين صغار انا عمتن بهيدا الشكل، جزر، فلايفلي، جبنة موزاريلا، لحمة مفرومة، ذرة، وكمان عنا ملعتين صغار من بهار الانشيلادا. هيدا البهار بتلاقوه موجود بالسوبر ماركت. اذا مش متوفر بالسوبر ماركت شو بتعملوا؟ بتستبدلوا هيدا البهار ببهار البابريكا. حط زيت بالمقلاي، حطت حوالي 3 معالق طعام، كمان البصل، رشة ملح خفيفة، بقليهن على الغاز. بحط اللحمة، بعد ما قليت اللحمة بحط فوق الجزر، الفلايفلي، ذرة، البهار، ملح. خليكم مع بعض فوق النص كوب ماي، وبحط ملعتين طعام شراب صلصة البندورة. خلطهم مع بعض. بغطي المقلاية وبتركهم لتستوي الخضرة. بس استوت عنا الخضرة هلأ بدنا نحطهم بالصينية. بحطهم بالصينية. بعد ما حطيتهم بالصينية بحطهم على جنب. بدي اعمل انا وياكم هلا البطاطا. اول شي برش ملح البطاطا، كمان بدي نعمهم. بس نعمت البطاطات هلا بحط فوقهم الجبنة اللي عنا. خلطهم كمان، برجع مع بعض. خلطهم منيح بالايد. بس خلطهم منيح هلا بدي اعملهم كرات صغيرة. بعملهم كرات بهيدا الحجم.
وبحطهم على اللحمة نفس الشيء. بعد ما حطيناهم بالصينية هلا بحط عليهم الجبنة. عندي بالصحن جبنة مازوريلا وجبنة تشادر، بخلطهم مع بعض منيح. بعد ما حطيت الجبنة هلا بدخلهم على فرن حامي من الأعلى فقط على درجة حرارة 220. هولي كرات البطاطا بعد ما طلعوا من الفرن، بس حمرتهم من الأعلى عطيتهم هيدا اللون الخفيف ودابت الجبنة. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.